مساء الخير ومرحبا بكم في آخر عدد من ضيف النشرة لهذا الأسبوع. بعد المصادقة على الميزانية التكميلية من قبل المجلس التأسيسي، عدد من الوزراء قاموا بزيارة بعض الولايات التونسية على غرار ولاية سليانة لتقديم المشاريع التنموية الخاصة بكل جهة، ولكن يبدو أن هذه المشاريع لم ترقى إلى تطلعات الأهالي على غرار سكان مكثر التابعة لولاية سليانة. باش نحكي على هذا الموضوع مع ضيفنا سي ماهر بن عمر، رئيس جمعية التنمية والمعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد بمكثر. مرحبا بك سي ماهر. مرحبا بك عزيزي. كن حاضر معنا زميلنا الصحفي والإعلامي سي علي العيدي بن منصور. مرحبا بك سي علي. أهلا وسهلا. بداية سي ماهر، هات ساعة قبل كل شيء نعرفوا بهذه الجمعية، وقتاش تأسست ولأي غرض تم تأسيسها؟ جمعية التنمية والمعطلين على العمل أصحاب الشهائد بمكثر تأسست بعد ثورة 14 جانفي. الهدف هو تقديم حلول تنموية فعلية للجهة، إضافة إلى محاولة تأطير التحركات النضالية السلمية الهادفة إلى تبليغ الصوت فيما يخص المطالبة بالحق في الشغل والحياة الكريمة. تفضل سالي. انتم معناها تخدموا على اساس معناها زوز جبهات مختلفين، يعني من ناحيه جمعيه تنمويه ومن ناحيه معناها فيها المعطلين على العمل، يعني كيفاش تنسقوا ما بين العمليتين ولا تعتبروا بانه ثم ارتباط ما بيناتهم؟ هو في الحقيقه لا يمكن الحديث عن تشغيل في غياب التنميه، التنميه هي التشغيل، وعلى هذا الاساس تم تاسيس هذه الجمعيه، لان لا وجود لتشغيل بدون تنميه حقيقيه وبرامج تنمويه فعليه، وعلى هذا فان الترابط بين الاسمين او بين التسميتين هو دليل على ان الهدف واحد والموضوع هو واحد. يعني انتم تتولوا اونتروتر تتولوا زاده التفكير في مشاريع تنمويه واعانه الناس اللي عندهم مشاريع او اقتراح مشاريع، هذا موجود بالطبيعة معناها نحاولوا تقديم اقتراحات تنمويه تتناسب مع امكانيات الجهه وثروتها. لكم تعرفوا الجهه بطبيعه الحال اكثر من غيركم، بالطبيعة يجرنا صحيح. سي ماهر، قبل ما نحكي وزادة على زيارة وفد من الحكومة لمنطقة مكثر من ولاية سليانة وقدموا لكم مشاريع وممكن ما فماش رضا على هذه المشاريع التنموية المقدمة، هات نعرفوا نحن شنو مشاكل الجهة على مستوى التشغيل وعلى مستوى الاستثمار عندكم، شنو المشاكل غادي في مكثر؟ في الحقيقة سألخص معناها بكل إيجاز ودون تهويل ودون مزايدة، هو هي مكثر حاليا منطقة معدمة ما فيها حتى شيء. مكثر توا فيها كان بعض المعاهد الثانوية، بعض الإدارات العمومية لا أكثر ولا أقل، معناها ما فيهاش حتى مجال استثمار صناعي فعلي، ما فيهاش قطاع خاص مشغل، معناها بلاد معدمة تماما. البطالة معناها أعداد مهولة في الحقيقة، معناها أصحاب الشهائد يتجاوز 900 عاطل عن العمل، غير حاملي الشهادات يتجاوز 4000، ما فماش حتى مورد رزق، غياب تام لمورد رزق. مورد الرزق الوحيد الموجود توا في مكثر بعد احداث الثوره كما في بقيه الجهات هو عمل الحظائر بالنسبه لبقيه المعطلين على العمل، اللي يتراوح بين 80 دينار و 160 دينار، معناها وهي مهزله واهانه لكرامه المواطن في تقديرنا، معناها بالاخص اصحاب العائلات واللي عندهم صغار وغيره، واصحاب شهادات كالعاده سيناريو ال 200 دينار وما نسمعه عن اهدار المال العام وغيره ما زال متواصل في غياب خريطه طريق واضحه تطمئن الافواج من المعطلين على العمل اللي احنا جزء منهم في مكثر، ويتواصل التعتيم فيما يخص المستقبل. حسب تشخيصكم انتم توا في مكثر، شنية القطاعات او شنية الافاق الممكنه للتصنيع، نقولوا احنا للتنميه الافاق الممكنه للتنميه لهنا؟ هي اساسا المنطقه فلاحيه اساسا. والله في الحقيقه معناها باش نفتحوا قوس كبير لهنا من غير طبعا احنا نحاولوا ان نلخصوا الموضوع، معناها نحاولوا نلخصوا الموضوع. افاق التنميه في مكثر متعدده جدا، معناها نظرا للثروات الموجوده فيها، مكثر فيها ثروات انشائيه معناها كبيره جدا، فيها رخام، فيها انتاج معناها مجال غراسه الاشجار المثمره، لو تتوفر برنامج من الدوله واضح في تدعيم الفلاح نحو التوجه نحو هذا الاستثمار اللي هو مربح وفيه
وفيه مجالات تشغيلية رائعة. هذا إضافة إلى أنه في الحقيقة اللي نحكيه عليه تو في مكثر كان متواجد بالأمس، وهذا هو الحديث اللي ديما يتحكيه في مكثر ونسمعه فيه حتى من جدودنا، أنه اللي قاعدين طالبوا فيه تو كان موجود قبل مكثر. قبل كانت فيها المعامل، كانت فيها كانت فيها معامل الحليب، كان فيها معمل الأجر، كانت فيها عديد معناها المؤسسات الصناعية، كان فيها حراك اقتصادي كبير وكبير جدا. معناها أنا أستاذ ربما أجيال الخمسينات حتى أبناء تونس العاصمة يعرفوا مكثر ويعرفوا السوق الأسبوعي اللي كان في مكثر، اللي كانوا زوز أسواق. عندنا منطقة في مكثر كانوا يسموها تونس الصغيرة في فترة معينة، منطقة حصفاية، وهي منطقة أثرية، منطقة بلاد المناضل المرحوم علي بن عمار. بعد الاستعمار كل المشاريع هذه اللي تحكي عليها وين مشيت اليوم ما عادش نلقاوها؟ علاش؟ في الحقيقة هذا علاش، هذا كله مربوط بالتاريخ، نظرا إلى الانتماء أهالي مكثر اللي يعرفون بولاد عيار إلى الحركة اليوسفية. كان العقاب شديد وشديد جدا في الحقيقة في فترة الزعيم الراحل الذي نحترمه كثيرا الحبيب بورقيبة، وتواصل في فترة المخلوع بن علي اللي جعل من المنطقة بصراحة منطقة للتسول. ساسة بمكثر رغم ثرواتها وسمى عليها صندوق 26-26 وما شافت منه حتى شيء، ساسة بها وزاد من تهميشها. هذه المنطقة الأثرية العظيمة، المنطقة المتجذرة في التاريخ اللي فيها أكثر من 45 هكتار أثار، هذه المدينة التي يعود تأسيسها إلى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، هذه المدينة اللي استقلت سياسيا عن الإمبراطورية الرومانية عام 46 قبل الميلاد، هذا التاريخ اللي تحدث عليه شارل بيكار واللي تحدث عليه الدكتور أحمد مشارك، هذه مكثر اللي هي جزء من تونس، هذه هي مكتريس الحضارة والتاريخ اللي هي فيها مجالات عديدة وعديدة جدا تخدم اقتصادنا الوطني، من بينها مجال استثمار سياحي فيما هو ثقافي وما هو طبيعي. ونصور الأستاذ يعرف معناها الوفد الوزاري اللي جاكم للمرة الأخرى هذه عرضت بطبيعة الحال مشاريع، والحكومة دار أعلنت والبارح برك أعلنها رئيس الحكومة المشاريع هذه في الواقع هي معناها وقع اختيارها من ضمن ما بعثته اللجان الجهوية للتنمية اللي اجتمعت في كل الولايات واللي اختارت بعض المشاريع، لكن يظهر أنه ثم معناها يظهر لي المشاريع اللي وقع طرحها ما هيش بالضبط ما كنت تتصور. والله في هذه النقطة بصراحة نحكيو عليها، معناها نحكيو عليها في هذه النقطة بصراحة قبل ما نتحدث أقولها وعلى مسؤوليتي. هذه حكومة شرعية ونحترمه، والصندوق هو الجابة ونحترمهم ومرحبا به، لكن من العيب أن يقولوا اليوم يحكيوا على أنه المشاريع اليوم نابعة من اقتراحات أبناء الجهة. أبناء الجهة اللي تم الإعلان عليه السادة الوزراء قاموا بزيارة إلى ولاية سليانة، وكنت من الوفد اللي حاضر، وهذا الكتاب اللي جابوه استراتيجية التنمية بولاية سليانة واللي تقدم في حتى في النشر الرئيسي للأنباء، قرأوا الصفحة 20 الباري حتى هما السيد وزير أملاك الدولة والسيد وزير الثقافة الباري حتى هما ما همش فاهمين ايش فيه الكتاب، قرأوا الصفحة 20. صفحة 20 شنو فيها؟ فيها 211 مشروع لولاية سليانة و345 مليار. اللي يسمع هذا يقول شيء جميل، لكن وقت اللي ندخلوا للحيثيات وللتفاصيل نجد تعشيب الملعب القديم بمكثر، ما علاقته بالتنمية اللي مكثر فيها ملعب رياضي، ناس ما هيش لاقي باش تاكل واحنا باش نزيدوها استاد اخر باش نزيدو نعشبوه اللي هو ملعب قديم. وقت اللي نجدوا مثلا مشكل هذا برك، وقت اللي نجدوا باش نعطيهم لك الكل اللي موجودين، وقت اللي اكثر على الاقل باش نحكي لك على مكثر. وقت اللي نجدوا في برنامج التنمية بناء مقر المعتمدية، بناء مقر المعتمدية اللي مقر معتمدية مكثر تأسس عام 1889 اللي هو في الحقيقة قصر، كان قصر المراقب الفرنسي في عهد الاستعمار الغاشم اللي هو رمز تاريخي اللي هو نورمالمون في 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 فترة كما هذه لإنقاذ ما أتلفه النظام السابق وما في الحقيقة تعمد إتلافه هو تهميش تاريخ هذه المناطق. اليوم نورمالمون يتم تخصيص ميزانية لترميم والمحافظة على هذا الرمز التاريخي، باش يبنيونا مقر معتمدية ب 240 مليون باش يعاودوا يعشبوا لنا الصطاد الثاني، معناها مكثر تلعب في الناسيونال جيم في الناسيونال سي ومهدد بالنزول وناس ما يشلقي باش تاكل، هما باش يبنوا لنا باش يعشبوا لنا الملعب القديم. باش يكمل لك النقطة الثالثة. لا نقطة ثالثة على البرامج وهي موجودة وهو الكراس، توسيعة مكتب لدائات
بمكثر. اللي مكثر فيها كان معناها حوانت عطريه وحتى المارش يبقى فارغ وسوق اسبوعيه باش يوسعوا مكتب لدايات وكان احنا عندنا معناها خاطر ترقبوا بان ثم مشاريع باش تخدم معناها ان شاء الله بناء دار القابض سامحني اي فقط سي ماهر وانه شيء ايجابي وانه تم تعشيب فقط نعطي ملاحظتي وتفضل سامح حبيت نقول لك انه شيء ايجابي وانه يتم تعشيب ملعب او بناء مقر للمعتمديه ولكن عندما تقول وانه على حسب ما ورد في هذا الكتاب وانه تقريبا قيمه الاستثمارات هذه تقريبا 350 مليار فانه اكيد وانه فما مشاريع تنمويه اعطينا امثله على المشاريع هذه باش نعطيك من المطالب اللي قدموها اهالي مكثر هو احداث مستشفى جهوي جديد احداث مستشفى جهوي مع المحافظه على المستشفى المحلي علاش لاني مكثر تتمركز في جنوب ولايه سليانه جنوب ولايه سليانه يعد اكثر من 100 الف متساكن معاناه معناها شديده يعانيها اهالي جنوب الولايه على المستوى الصحي وهي ابسط مقومات الحياه الكريمه احصائيات مكتب الاستعجالي بمكثر 125 الف حاله استعجاليه في سنه 2011 ما يعادل الحالات الاستعجاليه في المستشفى الجهوي طالبنا باحداث مستشفى جهوي جديد في مقر في مكان الملعب البلدي القديم اللي هو ماهوش محل استغلال تو قلنا احداث مستشفى جهوي جديد ماذا تفاجئنا الحكومه تفاجئنا بتطوير المستشفى المحلي الى مستشفى جهوي اللي هو حتى البنايه نتاع المستشفى المحلي معناها لو كان يزيدوا فوقها حيت تطيح هذا إضافة إلى قسم استعجالي بالله خلي توين سيعرفوا برشا برشا حقائق معناها تصوروا قسم إيرجونس استعجالي فيه دروج معناها ايرجونس مواطن يجيبوه في حاله استعجاليه يلقى قدامه سبعه درجات باش يوصل للايرجونس معناها مستشفى محلي نتاع مكثر موجود داخل حي سكني كيفاه باش يتطور الجهوي المستشفى المحلي في مكثر يحيط به السوق الاسبوعي في مكثر معناها نهار الاثنين كي ظهر فما كاد ايرجونس لومبيلونس ما تنجمش تخرج وتهز طلبنا باحداث مستشفى جهوي جديد قالوا تطوير المستشفى المحلي الى مستشفى جهوي فما تهذيب حي وهو حي الانس باهي داخل في لهنا مش نطرح سؤال بسيط بصراحه سؤال بسيط وفليجيبوا عنه التونسيون والشعب التونسي وربما أساتذة العربية معناها يجاوبونا ما معنى كلمة تنمية حسب معجمات القاموس التعريف العربي بصراحة باش نرجع للأحداث وقت اللي جاءوا الوزراء وطرحوا البرنامج هذي بعد الحال انتم ناقشتوهم معناها ورديتوا عليهم أي. فماذا كان ردهم؟ هور الاشكاليه أنا وقت اللي اعترضتوا انتم على ما طرح عليكم شنو هو كان ردهم؟ هور الاشكاليه استاذي معناها تصور باش نوصف لك الحاله كما هي زياره وفد وزاري هو راهو على فكره زياره الوفد الوزاري مش كان الولايات قاموا بزياره الولايات الكل اي ثم برشا ولايات عديد الولايات زياره وفد وزاري في اجتماع عام في دار الثقافه ابن ابي الضياف بسليانه يحل يقرا لك الصفحه 20 ويقول لك هاي التنميه في ولايه سليانه دونك هل انه اولا ما فماش الوقت باش المواطن يطلع فعلا على فحوى البرنامج ما فماش ثاني حاجه اللي هي نقطه استفهام كبيره انه السلطه الجهويه تم اعلمت جميع مكونات المجتمع المدني ل 11 نتاع الليل تصوروا انتم هذه حقائق وتحمل مسؤوليتي في هذا ل 11 نتاع الليل معتمد لولي كلم في العبادره وغدوه جاي وفد وزاري ينجم يكون هو جاي الخبر مؤخر زاد ربما الساده الوزراء معناها في الليل يبرمج باش يمشي على الصباح ما سالش كتاب كيما هكا معناها المهم رغم ذلك تم الاطلاع في الحقيقه عديد الاحتجاجات هذه ماهيش تنميه التنميه حسب مفهومنا هي البنيه التحتيه التنميه هي توفير بنيه تحتيه رئيسيه تهيئة البنية التحتية باش تولي تلك المناطق المهمشة بما فيها أكثر قادرة على استقطاب مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية فعلية أين التشغيل من بناء دار قابض أو تعشيب ملعب وإحنا المشكلة الكبيرة في تونس الكل هي البطالة وبالخصوص مكثر البنية التحتية اللي طرحناها في مكثر معتمدية مكثر إحنا اليوم في الصيف أعتبره في الصيف مكثر في الشتاء درجات الحرارة توصل 5 تحت الصفر واليوم الناس في تونس في مكثر تتدفى بالغاز وتستعمل في دبوس الغاز اللي اثرت الغاز ب 800 قلت هنا قبل لو ضحكوا عليا قلت لهم راهو المواطن في مكثر راهو هذه حقيقه في الشتاء اذا كان تدفى وما يتعشاش واذا كان تعشى راهو ما يتدفاش يبات قرصان معناها وهذا اضافه الى انه من مقومات التنميه الرئيسيه معمل باش يحل او تيل او كذا ما نجمش يحل في 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 منطقه ما فيهاش الغاز الطبيعي اللي الانبوب قريب على مكثر خطوط معناها على الحدود الجزائريه بحذا الكيف معناها ربط المدينه بشبكه الغاز الطبيعي هو من مقومات التنميه الرئيسيه ربط المدينه مربوطه ولا لسه مش مربوطه الشمال الغربي الكل ربط المدينه بالسكه الحديديه بحذان السرس معناها امام با 60 كيلومتر
هذه الحلول الفعلية اللي بالحق باش تشجع على الاستثمار. سؤال آخر هو نقص هذا على مستوى البنية التحتية، تم لفت النظر ليه للحكومة وإلا لا؟ أكيد أكيد تم لفت النظر وتم في عديد التحركات السلمية. أنتم يضروا الرئيس تكلمتوا على تكلمتوا في الموضوع. في عديد التحركات السلمية آخرها كان الإضراب العام السلمي الخضوء أبناء مكثر من 13 إلى 19 جانفي، بعدها توجت بزيارة رئيس الجمهورية المؤقت السيد محمد منصف المرزوقي، تقدم المطالب في شكل كتيب وأمضى عليها وكانت في شكل رسالة مطالب أهالي المدينة في الإضراب العام إلى الحكومة. المطالب فيها المشاغل، فيها مشاغل المدينة، النقائص الاقتصادية، والمطالب الرئيسية كانت مطالب على المستوى البعيد وهي توفير بنية تحتية رئيسية للنهوض بالمدينة في مجال الصناعات وفي مجال مشاريع اقتصادية فعلية، ومطالب استعجالية. من بين هذه المطالب الاستعجالية، سامحني باش نأكد على النقطة هذه اللي تقدمت له، من بين المطالب الاستعجالية هو في ظل غياب قطاع خاص مشغل في مكثر، في ولاية سليان الكل في الحقيقة غياب تام للقطاع الخاص المشغل. قدمنا مطلب على أساس سد الشغورات في المؤسسات العمومية بأبناء الجهة، سواء من العملة من عملة الحضار أو من الإطارات من أصحاب الشهادات لتلافي النقص. وقت اللي نحكو على العدالة الانتقالية، وقت اللي نحكو على المساواة بين الجهات، وقت اللي نحكو على هذا الكل، نحكو على برامج فعلية. من بين البرامج في المساواة بين الجهات هو على الأقل توفير سد الشغورات على مستوى محلي وجهوي. لهنا وقت اللي أنت تجي المناطق المحرومة هذه، وقت اللي نسمعوا توا تصريحات الحكومة المناطق المحرومة والجهات المحرومة وجي تقولوا التشغيل هو مناظرة وطنية، احنا لهنا ماناش نحكيو بمنطق جهوي، نحكيو بمنطق عدالة انتقالية. المناظرة فما جهات عندهم مجالات في القطاع الخاص تفتح لهم افاق تشغيل، بينما في هذه المناطق مثل مكثر الملاذ الوحيد هي الوظيفة العمومية. على الاقل في هذه الفترة في هذه السنة يتم سد الشغورات على مستوى محلي في الادارات المتواجدة حاليا بابناء الجهة الى حين بناء عجلة اقتصادية فعلية وتوفير مؤسسات فعلية قادرة على استقطاب اليد العام. تعرف يتطلب زاد هذا تحوير القانون، لأنه ثم قانون في التشغيل في الوظيفة العمومية، ثم قانون وبالتالي يلزم تحوير خاص، ومعقول هو المطلب هذا، مطلب معقول جدا. هو سالي في الحقيقة، سمحني على المقاطعة، لكن نحب نسأل سي ماهر قبليك، أنت حكيت على القطاع الخاص، نعرف زاد أكثر فيها رجال أعمال نقولوا نحن أولاد البلاد وأثرياء، كانتش عندهم مبادرات أو نقول أنا أفكار لمشاريع على الأقل يعاونوا أبناء الجهة متاعهم؟ موجود، وأنا شخصيا والجمعية اتصلت بعديد رجال الأعمال من أبناء الجهة وهم مستعدين بصدر رحب للاستثمار في الجهة. ماذا يمنعه؟ في جميع المجالات السياحية أو الصناعية أو غيره، ولكن المانع الحقيقي هو البنية التحتية المتهرئة. وقت اللي الدولة تقوم بواجبها، وقت اللي راو مش معقول نحكوا هاو باش نجيبوا مستثمرين الماكثر معناه ما فماش جروب نتاع ضوء تخدم معمل، مش معقول نقولوا راو باش نجيبوا اوتيل الماكثر راو باش نجيبوا مستثمرين الماكثر وماكثر ما فيهاش ديبوليو، ما فيهاش نزل سياح. وقت مش معقول نحكيوا على السياحه في ماكثر ما فماش طريق سياحيه مشرف عليها الدوله، مش معقول نحكيوا على السياحه في ماكثر والدوله ما عطاتش قيمه للاثار ماكثر ال 45 هكتار اثار، ما عطاتش قيمه للمطلب الرئيسي يتقدم وهو انشاء متحف وطني في ماكثر قادر على بالحق معناه يقلب وجه المدينه، لانه السائح في الحقيقه هذه اللي قبل تعتيم كبير، السائح وقت يجي من الدول الاجنبيه وانا ناكد لك الشيء هذا يطلب لزيارة، هو اللي يطلب زيارة مكتريس، لكن وقت اللي يجي المكتريس ملكار يعمل دوره في الآثار وبعد يرجع لأنه ما عنده فين يبقى، ما عنده فين يشرب قهوة، ما عنده فين يفطر، ما عنده فين يدور، ملكار يرجع. هذه معنا حالة موجودة في عديد المناطق. أنتم قررتوا أنكم تعملوا تظاهرة معنا خاصة لفت النظر للموضوع هذا، وفكرتوا في طريقة جديدة، وهذا احنا سبب من الأسباب اللي خلينا نفرحوا بكم بحذانا. نحبوك تفسرها شوية للناس، كيفاش شنو هي التظاهرة هذه وكيفاش باش تعملوها وشنو أهدافها في هذا الإطار، وفي إطار كونه من أحداث الثورة ونضالات أبناء الجهة كانت دائما في الإطار السلمي، وفي إطار في كونه يوم 6 و7 جانفي اللي المؤسسات الإعلامية قامت بتعتيم كلي على هذه الحادثة، كان أول استهداف لمقر التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب المنحل كان بمكثر، والمؤسسة الوحيدة اللي تحرقت هو مقر الحزب، ولا مؤسسة عمومية تحرقت. حتى التحرك السلمي، التحرك الواعي النابع من وطنية كبيرة، إنما هو نابع من أصول أبناء تلك الجهة،
أصولهم التاريخية والحضارية، يعني أصولهم المتجذرة في التاريخ وفي الحضارة، لأن جدودنا في الأربعينات حتى نرجع نحكي على التظاهر على التاريخ. في هذا الإطار قدمنا مطلب إلى وزارة الداخلية، فما نقطة سمعت توا أنه كانت فما مبرمجة مسيرة يوم السبت وتم إلغائها، مع أنه إحنا قدمنا دوموند من يوم 28 مايو للسيد وزير الداخلية، وأعلمنا السيد رئيس منطقة باب بحر بأنه فما مسيرة يوم اثنين غير ممكن أن نقوم بالتظاهرة، فقدمنا على أساس تظاهرة باش تولي يوم السبت 9 جوان. التظاهرة هذه باش تكون في شكل ثقافي، باش يتم عرض فيها معرض بالصور موجه إلى أبناء الشعب التونسي اللي مكثر جزء، أبناء مكثر جزء من الشعب التونسي. هذه الصور تحكي على تاريخ مكثر في فترة العشرينات والأربعينات والخمسينات، وتحكي على مكثر في الفترة الرومانية وفي فترة ما قبل الميلاد. بهذه الطريقة عنوان هذه التظاهرة هي مطالب اليوم هي مكاسب الأمس. نحب نوصل صوتنا بهذه الطريقة، مع سنسعى إلى عرض فني شعبي يحكي على تراث الجهة، وفي الآن نفسه باش نقدموا المطالب الرئيسية اللي قدمناها في عديد المرات، وإن شاء الله الحكومة يكون عندها شوية في ناس وتفهم هذا النوع من التحركات الراقي اللي يهدف إلى إنقاذ هذه الجهة كي لا تدخل في حالة احتقان، لأنه الحكومة يعرفوا والناس يعرفوا أنه أبناء هذه الجهة ما يسمى بولاد عيار، وليس منطق جهوي بل هو ما منطق الانتماء، إنما حبهم لموطنهم هو من حبهم لوطنه، وتحركهم هذا السلمي اللي سيتوج بتحرك آخر سلمي يوم 9 جوان بهذه الطريقة الحضارية، والدعوة يوجهها أبناء مكثر إلى كافة أبناء الشعب التونسي نساء ورجال للحضور والاكتشاف هذه الدرة في الشمال الغربي التي هي لاكتشاف ماضيها، وسندعوهم لزيارتها واكتشاف حاضرها المرير. بهذا الأسلوب نتوجه إلى هذه الحكومة أملاً أن تتحمل مسؤوليتها ولا تواصل في الجريمة التي اقترفها النظام السابق وعاقب فيها أبناء هذه المدينة الذين هم جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي، أبناء مكثر الذين دفعوا دماءهم غالياً، ونضالات علي بن عمار 1881 ضد معاهدة الاستعمار البائد، ضد معاهدة البايم على الاستعمار الفرنسي التي وحد فيها القبائل وكانت مقاومة مسلحة ضد معاهدة الاستعمار مع الاستعمار الفرنسي، معاهدة الحماية مع الاستعمار الفرنسي، ونضالات مختار العياري، وتحركات 2008 اللي أيضا لقيت بتعتيم إعلامي وكانت بالتوازي مع أحداث الحوض المنجمي وهي موثقة في صحف المعارضة في ذلك الوقت. أبناء 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 تونس الذين هم أبناء مكثر سيوجهون دعوة إلى الشعب التونسي لاكتشاف هذه الضرة وحاضرها المرير، وهي رسالة إلى الحكومة بطريقة راقية، وأؤكد إن شاء الله يكون عندهم نوع من الفناس يفهموا هذه التحركات ويعطوها قيمتها، وهي سعي منا أيضا لترك فكرة جميلة طيبة وجميلة، وأنه الإنسان باش يعبر على المطالب نتاعو بأسلوب ثقافي هذا بالعكس أنا نراه إذكاء. لكن نحب نرجع وأنت رجعت على تاريخ منطقة مكثر، أنت قبليك قلت لي معلومة في الحقيقة انفورماسيون بارادوكسال شويه، حكيت على مكاسب الامس في منطقه مكثر، فما كانت مكاسب وعدد سكان مكثر قلت لي تقريبا كان 70,000، اليوم عدد سكان مكثر اذا معلوماتي صحيحه وانت قلت لي هذا 39,000، وما نلقاوش لا مشاريع ولا قدره على التشغيل كبير في المنطقه هذه، وين مشاو تقريبا 30,000 او 40,000 من سكان هذه المنطقه هذه من التناقضات المؤلمه في الحقيقه. أبناء الجهة هاجروا إلى السواحل، ناس تخدم في المرمات، ناس تخدم في الديار، وقت اللي نحكي مكثر وغيرها من المناطق التونسية أكيد. لكن وقت اللي نحكي الشيء هذا وأنا تونسي وأعشق ذلك العلم، نقول أنه 1940 و1950 في مكثر كان فيها سينما، وقت اللي نقوله 1940 مكثر كان أبنائه يلعبوا رياضة كرة التنس، وقت اللي نحكي 1940 ومحمود المسعدي أديب تونس تحدث على هذا في مولد النسيان وكان من عشاق مكثر ويصطاف فيها في كل صائفة، جل مؤلفيه حدث أبو هريرة والسد كتبهم تحت شجرة التوت اللي الأهالي لليوم يسموها شجرة المسعدي، حتى أشجار الموجودة في مكثر تشهد على التاريخ والحضارة. وقت اللي نحكوا على هذا المستوى المعيشي وعلى هذا المستوى الثقافي الذي همش وضرب
على خلفية الانتماء اليوسفي. وقت اللي نحكو في عهد بن علي سميت مكثر على أساس أنها أنها معقل للإسلاميين. على كل وبعد التحرك أي. بعد الثورة أصبحت إمارة شيوعية. فماذا ستكون بعد؟ احنا اماره تونسيه في الحقيقه، ضربونا تونسي وانتمائنا تونسي وهدفنا الوحيد هي التنمية لتونس بطبيعه. وفي الحقيقه والله فرحان برشا بالاستضافه نتاعك. علاش؟ لانه صح. بخلاف التدهور الاقتصادي والاجتماعي اللي ولينا سي علي نحكيو عليه كل يوم، هو جبد نقطه هامه ومستني برشا، اللي تقريبا في الستينات والسبعينات كانوا عدد لسال دو سينما في تونس الكل تقريب ما بين 60 و70. اليوم في تونس العاصمه مش مكثر خويا، تقريبا عندنا 3 ولا 4 صالات، وفهم حتى اللي مهدد بالغلق. على كل شكرا لك سي ماهر بن عمر رئيس جمعيه التنميه والمعطلين على العمل واصحاب الشهائد بمكثر. شكرا على حضورك معنا. شكرا لقناه نسمه معنا حتى مزيان دعوه بهذه المناسبه لتغطيه التظاهر اليوم. ان شاء الله نكونوا حاضرين بقدره ربي ان شاء الله. ستكون هي رمز لي فعلا لرقي هذا الشعب العظيم ان شاء الله. اللي نتمنى ان الحكومه هذه تكون في مستوى وتراجع روحها تكون في مستوى تامل. التوفيق لكم. شكرا لك سي علي. هكا نوصل إلى ختام ضيف النشرة. إلى اللقاء وأصبح على خير.